نناقش هذا الموضوع من واشنطن مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون ريتشارد تشاتسي. أهلا بك معنا سيد ريتشارد في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. هل تعتقد أن فكرة استئجار شركات أمنية خاصة لتأمين إيصال المساعدات إلى سكان غزة المحاصرين هي فكرة جيدة؟ هذا يعتمد على السياق. لدينا تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق عبر شركة بلاك ووترز بالتحديد، والتي كانت تجربة كارثية. ولذلك السياق والجهات المعنية عنصران مهمان، وإسرائيل محقة في أن تأخذ في الحسبان ما هي الجهات المعنية، من هم الموزعون، وكذلك تكليف مهنيين محترفين بمهمة التوزيع وتأمين هذا التوزيع. وأعتقد أن هذا يتقاطع مع ما قالته الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الحكومة الأمريكية، وكذلك أشمل قطر ومصر. هذه كلها جهات معنية يمكن أن تكون على صفحة واحدة، ويجب أن تقرر ما هي هذه الشركات التي ستضمن وتكلف. وبالنسبة للشركات الأمنية الخاصة، لابد من الإقرار بأهمية دور الجهات الحكومية إذا أردنا إنجاح ذلك. رأينا على سبيل المثال بعض المساعدات الإنسانية التي أرسلت سفنا، وذلك بالتنسيق مع جهة إسبانية، وكذلك هناك جهة إسبانية اسمها Open Arms التي قدمت شحنة كبيرة من سيد ريتشارد، اعذرني على المقاطعة. يعني هنا السؤال ربما أيضا أنه يعني بدل إنزال المساعدات عن طريق الطائرات، عن طريق الجو، أو السفن عن طريق البحر، أو بناء ميناء عائم كما تنوي الولايات المتحدة فعله في غزة، والآن الحديث عن شركات أمنية خاصة أمريكية لإيصال المساعدات إلى غزة، أليس من الأسهل فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى سكان غزة؟ أعمل وكنت أود لو فعلوا ذلك، لأن هناك معابر حدودية في شمال غزة، وكذلك هناك معبران آخران يمكن فتحهما. لكن مثلا معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، فمثل هذه المعابر هي مهمة، لكن إسرائيل لا تريد أن تستخدمهما. وأعتقد أن ما يجب أن تفعله إسرائيل هو فتح هذه المعابر. وهنا السؤال أيضا سيد ريتشارد، عذرا على المقاطعة مرة أخرى، لماذا لا يفعلون ذلك؟ لماذا لا تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل من أجل فتح ذلك؟ هناك 7 معابر كما ذكرت مع غزة، والولايات المتحدة هي تذهب الآن إلى كل هذه الطرق البديلة. لست واثقا ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل. وبالنسبة لي الذي يهم هو أن وضع نتنياهو الداخلي دقيق للغاية، فهو ليس لديه كثير من الأوراق ليستخدمها، وفي الوقت نفسه هو يهدد بأن يكون هناك أثار سلبية على الحرب في غزة إذا مضى المحتجون قدما في قلب الحكومة. وفي الوقت نفسه هناك انقسامات حكومية، وبني غانتس يقول إن هناك خلافات حول التفاوض وتلك المطالب من حماس، وأن هناك بعض التفاصيل التي تدرس مع قطر ومصر.
وهناك اتهام مبطن لنتنياهو بأنه يفشل التفاوض. أعتقد أن ما يحدث داخليا يؤثر على إدارة الحرب. نتنياهو قلق بشأن مستقبله السياسي، ولذلك هو يقوم بكل ما يلزم من أجل أن يحمي الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه يبعد عن نفسه أي فشل قد يعزى إليه. ولذلك هناك هذا التلكؤ في فتح معابر في غزة، ولذلك هذا له اعتبارات داخلية إسرائيلية أكثر. نعم، ونحن نتحدث سيد ريتشارد، هناك خبر عاجل على شاشة سكاي نيوز عربية نقلا عن قناة كاي الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم التحرك في رفح قبل نهاية شهر رمضان في حال فشلت جهود مفاوضات تبادل الرهائن الجارية حاليا. سيد ريتشارد، إلى أي حد كذلك كنا سمعنا كذلك تقارير تتحدث عن إدارة بايدن يعني ستتخذ إجراءات مختلفة إذا ما قامت إسرائيل باجتياح رفح بريا التي لجأ إليها حوالي 1.5 مليون فلسطيني. الآن برأيك هل تقدم إسرائيل على هذه الخطوة حقا أم هذه فقط وسيلة ضغط؟ هذا يعتمد كثيرا على الخطة الاحتياطية التي لدى إسرائيل من أجل حماية المدنيين وإبقائهم في أمان وخارج خطوط النار. جون كيربي كان قد تحدث عن هذا الأمر وقال إن الشرط الوحيد الذي لدى الإدارة الأمريكية هو أن يكون هناك خطة شاملة لحماية المدنيين، ولذلك تعمل الإدارة الأمريكية من أجل أن يكون هناك خطة واضحة لضمان حماية المدنيين. وفي الجانب الآخر كما تعرفون الإسرائيليون سيستمرون في هجماتهم لتحقيق مصلحة الأمن القومي الإسرائيلي للقضاء على حماس. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما يمكن لبايدن أن يفعله؟ هو يمكن أن يهدد باستخدام الضغوط الدبلوماسية، أي عدم رفع أي فيتو على قرارات تطالب بوقف لإطلاق النار في مجلس الأمن. وكذلك لا ننسى مؤخرا جاك شومر الذي انتقد نتنياهو وبايدن أيده في ذلك رغم عدد من المواقف المؤيدة لإسرائيل من جانب بايدن. ولذلك هناك مسألة أخرى وهي تقليص المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، رغم أن هذا من غير المرجح أن يحدث، لكن يمكن لإدارة بايدن أن تهدد باستخدام هذه الأوراق. وكذلك يمكن للديمقراطيين من المسؤولين الرفيعين أو بايدن نفسه أن يضغطوا في هذا الاتجاه من أجل تقليص المساعدات بشكل عام لإسرائيل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد ريتشارد على انضمامك إلينا الليلة في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية. ريتشارد تشاستي، أنتم أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن مباشرة من واشنطن.